اخيرا التلج نزل طبعا في بروك هيفن، وبما ان التلج نزل على حركات توزيع فول خلينا نور يوم التلج نزل في بروك هيفن، واحنا متعودين ان بما ان التلج نزل على ويا فمعناه كده يا زعبوله ابو علي سانتا ابو علي اكيد سانتا موجود. يب عشان كده على ويا بما ان سانتا موجود يبقى معناه نعمل ايه حركات؟ هنروح نشرب الشعبيه بتاعته والتي بي العربيه بتاعته. لا مش هنسرق حركات، اسمها مش هنسرق، اسمها نركب العربيه ونطير بيها في الجو على ويا. ليتس جو. ايه ده انت بتعمل ايه يا زعبوله؟ استنى بس يا زعبول يا نوب. اوكي علوية، طبعا كلنا عارفين ان عربية سانتا بتنزل طبعا في التلج، انا بحاول بس ان انا اخرهم عشان اروح هناك. لو ايه ده عربية من دي خلينا اركبها. ايه يا عمي كابتشا يا عميتي ولا مش كاشا يا اشا، يلا اركب ورايا اركب ورايا حركات. اجي دلوقتي مش هيبه ولا مش هفاع كويت فرع كويت. خلاص خدها يا نوب، والله نزل عربية انا واجي لكم يا نوب دلوقتي. اوكي علوية خلينا ننزل دي عشان دي اسرع، دي بريميوم. ايوه اركب كده ابو علي بسرعه، لونها بقى اللون طبعا الاحمر اللي هو لون سانتا عشان لما اروح هناك سانتا يبقى فرحان ان انا ملون لونه. ايه ده يا ابو علي فعلا سانتا يحب اللون الاحمر. يلا بقى شفت الذكاء طبعا انا ذكي يا حبيبي. خلينا نروح لسانتا. وطا اوكي عربيه سانتا. وطا فين عربيه سانتا؟ المفروض انك تبقى هنا اصلا في التحديث. وطا يا فين؟ ايه ده ابو علي واحنا جايين متاخر حد سرق العربيه. يا حبيبي كمل يا شعبيه ولا مش هجابه. وادي ابو علي العربيه فين؟ والله مش عارف العربيه فين. قالوا المفروض ان سانتا هنا هو والغزلان بتاعته اللي هو الغزالي على اللي بيطير في الجو. او ماي جاد، ممكن يكون سانتا اتاخر مثلا ولسه ما جاش من المدينه بتاعته. يا ابو علي لا لا ازاي اتاخر، طالما التلج نزل معناها المفروض سانتا يجي هنا. انا زعلت من سانتا. ايه ده ابو علي الحق في واحد هناك اهو. فين ده يا ابني فين؟ اه ابو علي واقف هناك اهو. ايه ده مين ده؟ يا حبيبي كفايه يا ابني مش شايفه. يا ابني وانت عندك حول يا ابني، الراجل هناك اهو اهو اهو. ايه ده فين ده اهو؟ روح ركب نظاره. هي فين؟ هي مين اللي فين يا ابني؟ انت داية. تعالى تعالى يا غبي انت اهو اهو الراجل اهو. او ماي جاد سانتا سانتا اتخطف، ساعدوني انا محتاج مساعده سانتا. هولي مولي مين الراجل ده يا ابني؟ يا حبيبي كان شكله مش راجل شيء. راجل يا ابني شرير ازاي وبيعيط وبيقول لك ساعدوني؟ انت مجنون يا حركات. يا حبيبي مش ده شيء يا حبيبي، يقول لك ساعدوني عشان مش يعمل لنا فخ بقى ويختفنا. يخطفنا؟ إيه لا 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 ما اعتقدش. ابو علي ده شكله طيب خالص، ما انا عارفه بيعيط ليه. طيب ماشي اساله كده زعبولة. عمو انت ليه بتعيط يا عمو ليه بتعيط؟ لو سمحت قول لنا القصه بتاعتك. انا صديق سانتا المفضل، وكان كل مره بيجي هنا بروك هيفن بيفرح كل الناس، لكن المره دي واحنا جايين اتخطف للاسف. ايه ده سانتا اتخطف وانا عشان كده اقول ليه مش موجود؟ طب احنا ممكن نساعدك، قول لنا بس هو اتخطف فين او كان موجود فين واحنا نجيبه. بجد احنا كنا جايين وللاسف سانتا اتخطف. انا اقول لكم على المكان اللي اتخطف فيه، في بيت كده ساكن فيه راجل عجوز وكمان زوجته كده ست عجوزه، اوديكم هناك وهم يقولوا لكم القصه وافهموا منهم. راجل عجوز وست عجوزه يفهمونا سانتا اتخطف فين. اوكي ماشي قول لنا العنوان واحنا نروح حالا. شوفوا العنوان موجود في الورقه دي. ايه ده معاك العنوان بتاعهم؟ كويس جدا، الورقه دي لو عرفنا العنوان اكيد هننقذ سانتا. اديني العنوان. طبعا لسه جايين دلوقتي على ويا بعد ما خدنا العنوان من الراجل اللي قال لنا لازم تنقذوا سانتا. يلا حركات وانا ماشي مش احنا ماشيين بشافك بيه. تعالوا بس كده تقريبا نلاقي مواصلات. اوكي يلا ربنا يستر كده عليهم نلاقي مواصلات، الجو بقى تلج اصلا. او ماي جاد ماشيين بقى لنا مسافه كبيره جدا. ايه ده في قطر تعالوا في قطر. استنوا القطر يمشي. خلينا نستنى طبعا هنا في المحطه لما يجي قطر تاني. ايوه القطر التاني اهو. شكله كده مشوار بعيد. طب تعالوا استنوا بس يلا خلينا نركب في القطر بسرعه. اوكي ايه ده انا قاعد جنب زعبوله. انا قاعد في وش زعبوله. وانا مالي مش قاعد لوحدي، شايف مش قاعد زعبوله بيوامش. بص انا قاعد في وش زعبوله حركات قاعد لوحده، ما عشان لو انت قاعده قدامك واحد حركات ممكن تسرق الاكل بتاعه. ابو تشابه مالك وجع اول ايه؟ عشان كده ما رضوش يقعدوا قدامك حد. بس القطر ده شكله لطيف، تفتكروا ان القطر ده هياخدنا عند سانتا؟ ابو علي ده هياخدنا عند الراجل العجوز واكيد زوجته العجوزه. اه صح ممكن عشان يساعدونا ويقولوا لنا سانتا فين. ايوه صحيح. اوكي دلوقتي القطر ماشي على ويا باي، كان مكان جميل بصراحه في التلج. اوكي على ويا شايفين جينا فين؟ تقريبا جينا عند بيت الراجل العجوز. ليتس جو. ابو علي هو ده بيته؟ طبعا هنتاكد دلوقتي، خلينا نخبط عليه. يا ابني خبطوا يا ابني كسروا الباب. كسروا الباب يا فرخه انت الواد ده. بص والله دوب على ويا وادي مالي مش ولا انا بجد كسر الباب. انت واقف في الشارع ليه؟ يا ابني مش شاري اي حد يعدي معاك اللي كده شاوي منه. يا ابني انت مش فاهم بس اقول لك ايه. تعالوا I want to celebrate Christmas with them. ايه ده؟ في واحد بيقول انا عايز احتفل بالكريسماس معاهم. ايه ده مع مين؟ ابو علي وقصده ايه؟ مش عارف تعالوا كده اما نشوف. ايه ده الحقوا جراندما وات ذا وي ارايفد. حركات كاتب لهم جدي جدتي احنا وصلنا. هاي
ماي جراند كيدز. اوكي ايه الحقوا يا حبيبي كده دي جدتي ولا ايه؟ مش عارف انت بتقول لهم جراند باو جراند ما يبقى جدتك. طبعا دلوقتي جد بيقول ان انتوا جاهزين وكده. ذاتس نايس كم ان اند جيت وورم. اوكي حلو. طبعا دلوقتي بيقول خشوا جوه بسرعه وكمان اتدفوا عشان احنا متلجين بصراحه في التلج ده. اوكي دخلنا البيت بتاعهم اللطيف وسط التلج علويه. او ماي جاد ذا كريسماس تري از سو بيوتيفول. اوكي اي كريسماس تري شجره طبعا الكريسماس علويه. وادي بالي مش ولا شكلها حلو فيها بس في التلاجه. يا نهار زباله على اللي بيدور في التلاجه بس 14. ويلكم جراند بو كان اي فيزيت يور نيو هاوس. اوكي طبعا انا بقول لهم هو انا اقدر ازور البيت بتاعكم الجديد؟ فبيقول لي يس طبعا يو كان ابو علي. اوكي نقدر نزور البيت ليتس جو. طيب ثواني طيب افتحوا لنا. طيب جون مي ان ذا كيتشن ان 1 مينيت تو هيلب مي. اوكي جدتي بتقول لي ساعدني في المطبخ بعد دقيقه. هساعدك يا جدتي بس خلينا نكتشف البيت. نطلع هنا كده ليتس جو. عندنا سرير كتير والله فوق في الدور الثاني. يلا ابو علي فين؟ اطلع فوق فوق يا زعبول. ايوه هنا. بص سرير كتير. انا اختار بس اللون الاخضر. اللون الاخضر انا اختار البينك نفس لوني. بس استنوا بس ما نكتشف المكان الناحيه الثانيه. وهنا في ايه؟ هنا في حمام كبير. اوكي بصوا بيبص على الشارع كمان. ليتس جو. البيت لطيف بصراحه واحسن حاجه ان هو بيبص على التلج والشجره اللي تحت. على بصراحه انا بحب طبعا الشتاء جدا وبحب الاجواء بتاعه التلج دي. لو انتوا كمان بتحبوها انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات وعرفوني على شايفين المنظر لطيف ازاي. تيجي تبص من الشباك كده تلاقي تلج وبتاع وشكله حلو جدا. ايه ده المفروض ننزل نساعد جدتي طبعا. يلا ابو علي ده زمان دلوقتي بص كده قاعده بتقول ما حدش جه بيساعدني. وادي بالي مش كل حاجه مقفوله حتى التلاجه. حركات الفرخه رايح يسرق في التلاجه. فين التلاجه؟ الحركات دي بتزع عايز تسرق في التلاجة انت يعني تخلص لهم الاكل. ايوه تمام يا ابني باين عليهم اغنياء. الحركات دي ايه ده؟ بصوا محضر لنا اطباق اطباق كتير. سو دو يو لايك اور نيو هوم؟ اوكي طبعا بيقولوا لنا انتوا عجبكم البيت بتاعنا الجديد. يب يب اي لاف ات. اوكي نايس طبعا دلوقتي هم فرحانين. ناو كان يو هيلب مي سيت ذا تيبل. اوكي دلوقتي جدتي بتقول ساعدونا ان احنا نجهز الترابيزه بتاعه الاكل. اوكي يس اوف كورس خلينا نساعدهم طبعا على الوقت. هناخد دلوقتي منهم اطباق عشان نحضرها تقريبا. تيك ذا بلايتس فروم ذا كيتشن. اوكي هناخد دلوقتي على الوقت الاطباق نحطها اند بليس ذيم اون ذا تيبل. هناخدهم ونحطهم على الترابيزه بتاعه الاكل. يلا بسرعه. اوكي على الوقت انا خدت طبق دلوقتي عشان احطه هنا. يب خلينا نروح نجيب تاني. وادي بالي مش عارف اشيل اكتر من واحد. يا ابني ما انت مش هتشيل اكتر من واحد وما يخافوا اصلا يدوك اكتر من واحد عشان ما تكسرهمش. ايه ده يا حبيبي كتب ولا مش هساعده؟ يا حركات يا دوب. يا ابني ما انت ممكن تكسر الاطباق. اوكي علوية كده حطينا كل حاجه ناقص لنا طبق واحد. حط يا ابني. طبعا دلوقتي بعد ما حضرنا الترابيزه علوية اكيد هناكل وهنشوف. ثانك يو يو ار جريت تشايلد. اوكي طبعا دلوقتي خلينا نقعد هنا كده. مش عايز يقعد ليه؟ I can't wait for dinner time. اوكي طبعا الجد بيقول انا مش قادر استنى وقت العشاء. يلا اوكي الواد بيقول لهم can we build a snowman؟ ايه ده؟ نقدر نبني snowman for sure طبعا but outside not in the house. اوكي الجد بيقول ابنه snowman بره لكن مش هنا and stay in the garden. اوكي اوك نايس 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 عايزين نبني سنومان. يا لحبيبي كمل سنوب بالتجاري اللي انت بتقول عليه دوت. سنوب تنجان مين يا ابني؟ اسمه سنومان. هو مين سنوب؟ سنوب بالتجاري ده هو بجو. يا ابني سنومان يا ابني بتاع التل. قال لي هو راجل الجزر دوت. راجل الجزر؟ ام سو اكسايتد تو بيلد سنومان. حركات متحمس ان ابني سنومان هو مش عارف مين سنومان اصلا. يا ابني راجل الجزر. ابو علي هو بيقول على سنومان راجل الجزر. اوكي اوكي هو اسمه سنومان يا فرخه. يا ابني ما اعرفش اقول سنوب بالتجاري ده ما احبهاش. باش ايه بس اسمه سنومان. قال لي ما هو انت مالك انت. اوكي But where do we make the snowman? Oh, هنبني سنومان هنا هنا كده. Here here. Okay, yes. It's a good idea. طيب طيب ماشي. Let's go. احنا عايزين نجيب تلج بس في هنا بصوا جبل تلج ممكن ناخد من هنا تلج. ايوه خدت تلج خدت تلج. السلام عليكم وعلى زكي. هنا سنومان. ابو علي انا خدت تلج كمان. اوكي اوكي خلينا نحط هنا سنومان. يب يب خلينا نجيب تلج كمان. اوكي نحط هنا كده. يا سلام. وادي بالي مش عملت راجل الجزر ولا ايه؟ بص راجل الجزر جاهز دلوقتي حركات. بص اهو جزره. او ماي جاد دي علوية. مين بيقول عليه راجل الجزره ومين بيقول عليه سنومان؟ اوكي دلوقتي طبعا بعد ما بنينا سنومان بس احنا نسينا صحيح احنا جايين ندور على سانتا عايزين نساله. وادي بالي مش بقى راجل الجزر مش واد واقف عليه. واد واقف عليه هيكسروا الجزره كده. انزل يا زعبوله. استنى معايا بس بنعرف مكان سانتا الاول. اوكي طبعا هنسالهم بس الاول عايزين ناكل وبعد كده نسالهم عشان بصراحه انا جعان جدا. وادي بالي مش وانا كمان جعان ولا ايه؟ اوكي اتس دينر تايم وقت الاكل. الجده بتنادى علينا دلوقتي عشان بتقول لنا وقت الاكل. احنا طبعا بره البيت بعد ما بنينا سنومان في المكان اللطيف ده اللي هو في التلج. هندخل جوه بسرعه عشان نشوف طبعا الاكل هيكون ايه. خلينا دلوقتي بقى على اللي نقعد طبعا في اي مكان عشان اوكي تشوز ا تشير اند سيت. طبعا بنختار كرسي عشان نقعد. الو مش عايز يقعد ليه؟ انا قعدت. اقعد حركات. وانا بالي مش انا عاوز اختار كرسي مش يتحط مش واكل قدامه كتير. اتحط قدامه كتير.
الكرسي اللي انت قاعد قدامه ده حلو يا حبيبي. لا مش اكتر واحد غير مش ممكن يتحط اكل قليل. اكل قليل بيتنطط من على الكراسي. طب علي هو فاكر ان الكرسي اللي قاعد عليه ده هيتحط قدامه اكل كتير؟ هو ما بيعرفش ان الكرسي اللي جنبي هو اللي اتحط عليه اكل كتير. ايه ده حميك بجد ولا ايه؟ اغير الكرسي يعني؟ حركات الفرخه يا دوب كل الكراسي هيتحط عليها اكل حضرتك. استنى بس. اوكي انجوي يور ميل ايفري ون. اوكي طبعا دلوقتي هناكل. بص يا علي ادانا ايه؟ ادانا جزره. الو بص الجزرة كل كده بعلي نم نم. بصوا نم نم. او ماي جاد وانا مالي مش ودينا جزر يا فكرنا ارانب ولا ايه؟ انا عاوز لحمه. عاوز فراخ. عاوز فراخ؟ انت فاكر نفسك بتاكل هنا في بيتكم؟ بتاكل وانت ساكت. ايه البجاحه دي؟ ابني مش عاوز اكل بشاميل مش ولا محشي. الملوخيه. ملوخيه؟ ما تاكل يا ابني. والله عايز تضرب الجزره في وشك. كل جزره. لا مش قادر. حركات فاكر نفسه قاعد في مطعم هياكل اللي هو عايزه. اوكي اما نشوف الاكل كده. ايه ده ادونا بيتزا. بيتزا ايه ده يا حميكه حلوه بيتزا. خلينا ناكل بيتزا ماشي بس معلش زيتون. معلش زيتون؟ كل معلش عادي يعني. بص المره الجايه يجيبوا لك زيتون. ابني ولا مش معلش زيتون خالي. مش يا حميكه تعبان وحش خالي. ده انت دوب والله. ايه ده في جاتو. ادونا كيكه كمان. بص على الويب كيكه. ليتس جو. والله الجد والجده بصراحه ادونا اكل كتير. بس دلوقتي على اللوية عايز نسالهم السؤال الضروري. هو سانتا فين؟ صح يا زعبله؟ اه ابو علي بس بعد ما ناكل بقى. طيب طيب جهزوا نفسكم بقى. طبعا بصوا في واحد كاتب اي كانت ويت انتل تومورو. احنا مش هنقدر نستنى. زعبله بيقول له سيم اي ونت تو سي سانتا اند هاج هيم. طبعا دلوقتي العيال اتكلمت قال احنا مش هنقدر نستنى بكره. اتس تايم تو سليب ناو جود نايت. في عيال بتقول احنا عايزين نشوف سانتا ونحضنه وكده. فالجد بيقول لنا جود نايت برضه. اوكي حركه بقول له جراند با جدي جدتي جود نايت. ايه ده حركه بقول لهم يعني جود نايت مع السلامه هنروح ننام. يا ابني مش عاوز انام يا ابني. فين بتاع الشنطه ده هو؟ يور بيدروم از اب ستيرز. اوكي احنا عايزين نعرف دلوقتي على اللوية. طب ثواني المفروض ان احنا ننام بعد كده هنروح نشوف سانتا لان هم اتكلموا على سانتا. اوكي مش مشكله هنختار بس يا ابني ده مش لونك. يا ابني ده مش لونك يا ابني. انت مالك انت؟ اوكي ماشي خلينا ننام هنا على اللون بتاعي. كل واحد المفروض ينام على لونه. حركات المفروض لونه اخضر ينام على الاخضر. طب انا ينام على الاخضر يا حبيبي. انت نام على الاخضر. ده اخضر ده ده اخضر ده. بس اقول لك ايه بس ام علي بص ينام على الاخضر جنبك. برافو عليك يا زعبول. اوكي دلوقتي خلاص المفروض نمنا. هو اللي ايه ده احنا ما نمناش. استنوا. الو قوم يا واد حركات. يا ابني عاوز ايه بقى؟ ما تخليني انام شويه يا ابني. وانت هتنام يا ابني. قوم يا ابني. جود نايت افري وان. الصبح طلع اصلا. قوموا جود نايت. ايه ده واحنا لسه ما نمناش اصلا؟ طيب ماشي ماشي. هولي مولي في صوت. حد سمع الصوت؟ وات واز ذات؟ ايه ده؟ نو ايديا. انا ما عنديش فكره. ذات از كريبي. زعبوله كاتب ان ده كان مخيف. ابو علي هو ايه الصوت اللي طلع ده اصلا؟ انا مش عارف. اي هاف ايديا. ليتس جو تشيك اوت سايد. اوكي في واحد بيقول احنا ممكن ننزل تحت ونكتشف بنفسنا. خلينا ننزل كده او نبص من الشباك. وانا مالي ممكن واحد يكون مشي كان مشي بيت وقع بقى من فوق مات. وقع من فوق مات؟ لا لا ما اعتقدش. تعالوا تعالوا كده ننزل. خلينا ننزل كده على اللويه. بره بره بره. ون عايزين نطلع بره البيت. اوكي نكتشف كده ايه اللي بيحصل. الو مفيش اي حاجه. مفيش غير سنو مان بس. الحقوا تعالوا بره البيت. ايه ده يا ابو علي مفيش اي حاجه؟ مفيش غير سنو مان بس. يا حبيبي كان راجل الجزر ما اتشالش. لسه موجود. لسه موجود راجل الجزره؟ اه والله بص موجود على. طيب الصوت اللي حصل ايه ده؟ استنوا في هدايا. الحقوا بصوا في هدايا على الطريق. وطا ايه كل الهدايا دي؟ الو او ماي جاد وات؟ ايه الحاجات دي كلها؟ ابو علي دي ممكن تكون واعمل واحد. واعمل واحد. سانتا سلاي از اون ذا روف. الو الحقوا عربيه سانتا. ايه او ماي جاد اتس ترو. عربيه سانتا الحقيقيه. انا حميك يا بلد مش خجل قبل كده. ليه شبه خيوط؟ مش عارف شبه الخروف فعلا. بس هاو دو وي كلايمب اون ذا روف؟ ازاي احنا نطلع على السطح كده؟ مش عارف. طبعا الواد كاتب كده تقريبا. ايه ده في اي فاوند ا وودن ستيك. اوكي في هنا عصايه. فحركات بيقول في بليس اذر وودن ستيك هير اتس بوسيبل تو بيلد عليذر. اوكي لو احنا حطينا عصايه تانية جنبها هيبقى في متاح ان احنا نعمل سلم ونطلع عليه. اول يا مش خدت حيوه مش انا العيله. لوت اوف وودن ستيك. اوكي حركات كاتب لنا ان في طبعا خشب كتير لو جبناه هنقدر نعمل سلم ونطلع عليه. تعالى كده حركات خلينا نجيب الخشب. ليتس جو نحطه هنا. يا ابني ابني سلم علويه. اوكي اوكي نايس والله. خلينا نجيب الخشب. ايه ده الخشب اتشفط. العيال سرقت الخشب. وانا ماني مش عارف نبني الشلم بقى. انت مش ليك عربيه. بس سانتا مش فوق العربيه بس اللي موجوده. ابو علي ما هو سانتا اكيد اتخطف. مش الراجل قال لك اتخطف؟ اه صح هو جاي من غير العربيه. ايوه يبقى هو مخطوف فعلا. اوكي اوكي خلينا نبني السلم علويه ونكتشف بنفسنا هو سانتا فين. نجيب بس الخشب ده الاول. ليتس جو بسرعه ونروح نحطه هناك. ايه علويه كده تقريبا اتعمل. حركات انت بتعمل ايه؟ يا ابني مش عاوز اطلع مش من غير ما ابني مش معاكو. يا حركات يا فرخه. يا ابني روح هات معانا خشب. يا ابني يا ابني مش فاضي. فاضي بس الواد عمال ينط. ازاي عايز يطلع فوق؟ انا عايز اركب الاول. هو اتشابك. يا حركات يا نوب
دلوقتي احنا بنينا طبعا نايس ليدر على الواقع كده، عملنا السلم اوكي لاز جو. دلوقتي قعدنا على العربيه اوكي. بص ايه ده، بص الغزال شكله عامل ازاي. خلينا كده نبص الغزاله الثانيه نفس الشكل. معلش سانتا مش موجود. ما هو تقريبا كده مخطوف. هاي رودلوف. اوكي طبعا الواد بيقول لهم هاي، بيقول للغزاله، فطبعا الغزاله بتقول له هاي بس زعلانه. فزعبوله بيقول لها ايه ده، واتس رونج، ايه انتوا زعلانين ليه؟ معلش مزعلين على سانتا صح. سانتا واز كيدنابت باي ان ايفل الف. ايه ده الحقوا، كتبوا لنا اخيرا على سانتا، سانتا اتخطف من قزم شرير. ان هي هاز روب سانتا ساك ويز ذا بريزنتس. اوكي هو سرق سانتا اصلا مع الهدايا بتاعته. او نو ذات از ريلي ساد. الحقوا علويه القزم الشرير. بصوا سانتا ذا ايفل الف اللي هو الالف الشرير، القزم ده سرقه والهدايا اللي واحد يوقع من سانتا وهو بيتخطف اصلا. نايس اف وي فولو ذا بريزنتس ات ويل بي بوسيبل تو فايند ذا الف. اوكي علويه لو احنا مشينا ورا الهدايا دي هنلاقي مكان سانتا. واجي بالي مش هلا بنروح الكاشه يا اشو. ليتس فولو ذا بريزنتس اند فايند ذا ايفل الف. اوكي علوي هنتبع طبعا البريزنتس دي اللي هي طبعا الهدايا عشان نروح نشوف سانتا مخطوف فين. الهدايا دي كلها وقعت من سانتا اللي خطف الراجل الكذب الصغير ده. ايوه تعالوا تعالوا بقى احنا لازم نبص نروح نجيبه. حركات حسب تقع من على السور. يا ابني امشي مشاب، امشي مشاب محترف يا ابني، ما تمشي على الطريق. هو انت يا ابني ليه حاسس ان انت قرد يا ابني؟ مشاب امشي بقى ولا بقى فنوت بقى على السور، امشي مالكش دعوه. حركات الفرخه يا دوب. اوكي طبعا الهدايا هنا. ايه ده معايا، احنا داخلين الغابه ربنا يستر. غابه داخلينها وفي التلج كمان. اوكي علوي خلينا نمشي كده. المكان بصراحه شكله مريب شويه عشان في الغابه وتلج والاجواء بصراحه مخيفه. طبعا دلوقتي علوي بعد ما وصلنا هنا المفروض طبعا there are no more presents to follow. طبعا الواد كاتب ان مفيش هدايا تانية. بص الهدايا جت هنا علوي وخلصت. how are we going to find the evil elf. اوكي طبعا دلوقتي زعبوله بيقترح ان ايسك جيت تو فولو ذا باس. اوكي وفي واد بيقترح طب بعد ما الهدايا خلصت ازاي هنعرف مكان الشرير القزم. فزعبوله بيقول ان احنا نقترح نمشي كده. ايه ده وطا، في هدايا بتوع من فوق. ايه يا كان في متفاجئات. هولي مولي وات واز ذات. حركات الكاتب ايه ده، وانا مالي مش دي كلامي. طب علي الهدايا بص بتوع من فوق بتفرق على النقطه الحمراء. اوكي المفروض ان احنا ما نمشيش على النقطه الحمراء، نمشي كده ابو علي على الطريق. خلينا نمشي بسرعه على الطريق يا علويه. بصوا ايه يا حبيبي كل دي هدايا ما ينفعش الشهادات طبعا. اوكي حركات الفرقه ما تسرقش حاجه. الهديه اصلا بصوا اول ما بتنزل بتفرقع فممنوع ان انت تسرق. اول لا مش لولا بتفرقع ولا كان زمان واخدها. معلش لازم نجري بسرعه. اجري حركات وطا. بصوا الهديه علويه بتنزل بتفرقع الفرقه على طول. يلا كان جنبي. اوكي اوكي عايزين نجري بسرعه. الحقوا علويه بصوا شوفوا اخر الطريق فين، اخر حاجه هنا ما ينفعش نمشي تاني. والهديه عماله تقع علينا. قول لي بولي علويه يا نهار دبادي. هو طبعا كان يوم صعب الصبح طلع علويه دلوقتي بس احنا الحمد لله لسه في التلج. تلجنا I'm still alive. It's a miracle. Okay. I'm sure it was the evil elf who did that. Okay. طبعا دلوقتي في واحد كاتب ان طبعا اللي كان بيحلف عليه الحاجات دي اللي هو الايفل الف يعني اللي هو القزم الشرير. It's a day now. طبعا دلوقتي الصبح. طبعا دلوقتي حركات كاتب لنا what do we do now. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بصراحه كده الجو تلج. كيف فولون ذا باز. اوكي احنا نمشي على الطريق بس الجو تلج جدا هنا يا علويه. انا اللي شايف طريق من هنا. كله يقفل على الشجره ويقول لي شايف طريق. بقى اكيد هتشوف طريق. تعالى تعالى يا زعبول خلينا نمشي كده. انا وادي زعبول عشان ما تخشش. طب طب انا وراكم. يلا زعبول تعالى. المفروض ان احنا نمشي كده من على الطريق. ايه ده في خشب متكسر هنا. الو ممكن نستخدم الخشب ده على فكره. فوركاست زير ويل بي ا ستورم تونايت. اوكي في واحد بيقول طبعا على حسب الطقس ان هيكون في عاصفه كبيره النهارده. اي سوت اباوت بيلدينج. ايه ده جود ايديا هير ات از ذا بيست بليس تو بيلد ان. ايه ده اجلو، هنبني اجلو. عارفين اجلو ده يعني ايه؟ وده مالي مين بتاع بيجلو ده هو. بيجلو مين يا ابني؟ اسمه اجلو يا ابني اللي هو البيت اللي هو بيت التلج عارفينه. يلا معانا نبني بيت التلج. انا كنت على طول بشوفه في الكرتون كان نفسي اعمله فعلا واقعد فيه. ما احنا هنبني فعلا بيت تلج. استنوا عايزين سنو سنو. خلينا نبني بيت تلج. وانا بقول شويه بتاع بيت التلج ده هو اسمه يا ابني اجلو. اجلو إيه بيت التلج ده اسمه اجلو على بس بصراحه جامد بشوفه في الكرتون على طول. وانا بقول عاوز امشي في بتاع بيجلو ده هو يا ابني. بيجلو مين اسمه اجلو بس انت عندك الحروف ضايعه. اوكي على بص عمالين نجيب في التلج عشان نبني البيت. ليتس جو. طبعا البيت ده هو بيت التلج على فكره بيدفي مع انه معمول من التلج سبحان الله بس بيدفي جدا. حتى لو شفتوا ليه فيديوهات حقيقيه هتلاقوا الناس اللي عايشه في التلج اصلا عامله بيت من التلج. اوكي بنينا البيت. شايفين دلوقتي بعد ما البيت اتبنى علويه اور ايجلو لوك ريلي نايس. اوكي طبعا البيت بتاعنا باين عليه جامد جدا. نو وي جاست هاف تو ويت فور ذا نايت. اوكي طبعا احنا هنستنى هنا اليوم ده علويه. الحقيقه علويه دلوقتي في واحد بيقول انا بردان تعالوا نعمل كامب فاير. كامب فاير اوكي زي ما انا قلت لكم فعلا والله هنستخدم الخشب في ان احنا نعمل كامب فاير. هنجمع الخشب ده. ليتس جو بسرعه يا ابو علي.
خلينا اجيب الخشب. البنت عايزه تشيل اكتر من خشب، هو ما بيشيلش غير خشبه واحده تقريبا في ايد واحده. ليتس جو على الوي دلوقتي. بصوا ولعنا نار عشان طبعا نتدفى. او ماي جاد، بص شكل المكان جامد. بص النار حتى شكلها عامل ازاي. طب الجو ثلج على فكره، خلينا نتدفى شويه. وادي وادي مش ولايه متهلي. او ماي جاد على الوي، بصوا الجو بقى ليل. يا نار زبادي، انا خايف لحسن الدب الكود عارفينه يجي ياكلنا. ايه يا كمان الدب الكود ده هو اللي انت بتقول عليه يا ابن الدب القطبي؟ الدب القطبي هو مين الدب القطبي ده؟ هو بوت بي ايه بس؟ اقول له قطبي يقول لي بوت. تعالى تعالى الدب ده بص بيبقى في التلج. تعالوا كده عايزين نتدفى كده في البيت بتاعنا. ايوه يلا بقى عشان ننام. ايه ده البيت مقفول. يا نهار زبادي في عاصفه، العاصفه بتنقص في دمنا، خلينا ندخل جوه بسرعه. ايه ده؟ وانا بقول مش دي العاصفه اللي كان بيقول عليها؟ ابو علي العاصفه دي كبيره جدا، ايه ده هتخلص امتى؟ هو احنا اللي عمالين نعطس ده صح؟ هو اللي مش عمال يعطش مش عطوشه، ابوش دم ليش اشلك؟ او ماي جاد على الويه، بص لو طلعت بره بص دمي فوق بينقص. بص على الويه. او ماي جاد او ماي جاد، طلب علي. او ماي جاد دم ليش جامد اللي طلعني؟ ابو علي اللي طلعك بره؟ مش عارف انا طلعت ليه بس مش عارف. اوكي على الويه الصبح طلع ولقينا اكل معانا سبحان الله. في واحد كده جدا اكل بالليل ما اعرفش مين ده بس ادانا اكل. اوكي خلينا ناكل الاكل. الكيكه طبعا. ايه ده طبعا عامل كده ليه؟ الكيكه دي دون ايت ذا بين كيك. ايه ده ار بويزن؟ ايه ده دي مسممه. ايه يا ابو علي مسممه؟ يا لهوي انا اكلت امبارح. طب انا كمان اكلت. اونو حركات كلمنا اول داي، حركات كاتب ان هو يموت. هو دي مالي ولا مش حاسس بيموت تمام عفي. حركات دم نويس الحوض ده حركات بيموت. هولي مولي حركات بيموت. عامل ايه دلوقتي؟ مش عارف حركات بيموت. الحقه جو فايند اكير والحق، وبيقولوا دوروا على اي حاجه تساعد حركات. نجيب له ايه بس احنا في التلج اصلا؟ انا مش عارف. معايا نجيب له طب دايبور. وانا مالي بشع. ايه ده ايه ده هناك؟ اي اي اوكي ثانك يو. الواد بعد ما خد الشنطه حركات شكر، وحركات كان هيموت. يا نار زبادي عشان شفت حركات بقى، عشان انت اي اكل بتشوفه يا فرخه بتاكله على طول. وانا مالي اعمل ايه ولا مش كنت هموت من ايش ولا ايه؟ حركات الفرخه يا دوب. دلوقتي علويه كمان ليتس جيت فولين ذا باس. اوكي دلوقتي بقى نمشي ورا الطريق عشان نشوف سانتا فين يا علويه. تعالوا يلا ورايا بسرعه. وانا مالي مش ولا شلكت شكل ابو مش في التاج ده هو. تعالى بس حركات خلينا نمشي كل ده عشان ننقذ سانتا يا علويه. انا مش عارف بس ايه التلج ده بصراحه. خلينا ماشيين كده. او ماي جاد دخلنا فين تاني؟ الحقيقه على بص وصلنا فين؟ هولي مولي ده في بتاع النط من عليه عشان نعدي الناحيه الثانيه. ايه ده تقريبا في كهف هناك اهو. فين يا ابني مش الكهف ده هو؟ هناك اهو حركات شايفه. اه مش شفته. طب علي البتاع اللي ده بقى هيكون في سانتا بقى اكيد. مش عارف. اوكي طيب دلوقتي طبعا ان احنا لازم نعدي البحر ده. بص الواد كاتب ايه؟ دونت تاتش ذا فروزن ليك. اوكي مش عايزين نلمس البحيره المجمده دي عشان لو لمسناها هنموت. نط على الطوب ده اللي هو التلج. اوكي انا نطيت عادي جدا. خلينا دلوقتي علويه نعدي من على الجسر. وطا الجسر فين؟ نار زبادي الجسر مكسور. اعتقد ان احنا هناخد الخشب ده هنحطه هنا عشان نعمل جسر. بصوا زعبوله كاتب ايه؟ ذا بريدج از بروكن فاين وود ريبيرت. اوكي هنروح ندور على خشب عشان دلوقتي نحطه على الجسر. وادي بالي مش يا حبيبي كده مشوار كبير. مشوار كبير والله فعلا. خلينا نعمله. اوكي علويه دلوقتي طبعا كملنا الجسر. ليتس جو نقدر ننط كده. ياب ايه هولي مولي انا كنت طالع حركات. ايه يا حبيبي كويس مع الجسر. هولي مولي حركات حركات الفرخه وقع. ابو علي سيبك منه. بس حركات ورا وادي حركات. تعالى انا قلت لكم ولا حاسس ان انا مش في التاج ده هو. حركات الفرخه دوب. بص علويه دلوقتي نايس كيف ذا ايفل الف كانت بي اني وير ايلس. دلوقتي ايفل الف ده مش هيكون موجود في حته غير دي. انا كاتب كده طبعا. المفروض ان احنا ندخل الكاف ونشوفه. بس جوه علويه خلينا ندخل الكاف كده عشان هو ده المكان الوحيد اللي هيكون خاطف فيه سانتا. اوكي ايه ده في هنا ده تقريبا زرار. او اليفر جو بليت داون. اوكي المفروض ان احنا ننزلها تحت. اسحبها تحت كل اسحبها. بص علويه بعد ما سحبناه دخلنا مكان وطا. هولي مولي المكان ده في واحده تانية نسحبها برضو. اسحبوها اسحبوها. اوكي علويه بعد ما سحبناها بصوا ايه ده هولي مولي ايه الصاله الكبيره دي؟ ابو علي اعتقد ان سانتا هنا. سانتا هنا؟ عارف في فتحه فوق. بصوا في فتحه فوق القمر باين منها. مش عارف هو تقريبا كده في حاجه هتجيلنا دلوقتي. هولي مولي يا علويه واي ار يو ان ماي كيف؟ الكهرباء قطعت كلها. واحد بيقول لنا انتوا ليه في الكافي بتاعي؟ وين يو ار ذا ايفل الف جيف سانتا باك. انا بقول له رجع لنا سانتا فبيقول نيفر ابدا. هولي مولي الحاوي ايفل الف اللي هو القزم الشرير. بص تحول بقى عامل ازاي؟ ده بقى كبير. هولي مولي ده كبير جدا. وانا مالي ولا شكلكم مش هتتعملوا بتاتي؟ انا قلت لك مش بقى مش لازم لك الشتا. هنعمل ايه بس حركه؟ استنى بس هنموت هنموت. او ماي جاد علويه ايه ده كله؟ اوه بس عمال يحلف علينا متفجرات. هو اللي كان بيحلف علينا بره برضه. ايوه معايا نفس الضربات. ايه ده بيحلف دار كمان؟ يا نهار زبادي ده قوي جدا. هولي مولي بيضرب عليا نار. بص علويه يحلف على نار. اوكي ما جاتش فيا. ايه الغدر ده ما جاتش فيا؟ ايه ده علويه ده تعب. اوكي هنعمل ايه دلوقتي؟
go build a cannon here you can found metal all around. ايه ده؟ احنا هنبني مدفع؟ هو خلينا ثواني كده نروح نبني، هنبني مدفع وهنبني حاجه تعمل متفجرات يا علويه، مش عارف اما نشوف دلوقتي. مدفع، ليتس جو. اه معايا جبت مدفع عشان يموته، ما هو دي الطريقه الوحيده. اوكي اوكي، خلينا نبني المدفع. طبعا انا معايا اكل علويه، خلينا ناكل بسرعه عشان يرجع لي دمي. البيتزا كمان، والله حاسس الاكل ما بيعملش. او ماي جاد، بصوا بيعمل علينا ريز. الاكل ده ما بيعملش اي حاجه، شايفين؟ ولا بيرجع اي حاجه. اوكي، نط كده ابو علي، خلينا ناكل الجزره. دمي ما بيحصلوش اي حاجه اصلا، علي ولا اي حاجه بترجع اصلا. اوكي يا علي، الحقوا، بعد ما بنينا مدفع انا لازم نبني مدفع كمان. يلا ابو علي تقريبا نبني، بص اربع مدافع في كل زاويه. اربع مدافع فعلا، واحد هنا واحد هنا. اوكي بسرعه بسرعه. اوكي يا علي، اخر مدفع، اخر واحده، ليتس جو. يلا ليتس جو، موت. اهو ابو علي اخيرا الدوم ده هيموت. ليتس جو ليتس جو، مات مات مات. ايه ده كان معلق من كتر حجمه، كان معلق. ليتس جو، موتنا. او ماي جاد، ذا ايفل الف از ديد. اوكي ناو وير از سانتا؟ ايه ده، سانتا فين؟ انا مش عارف، هو اختفى ولا ايه؟ سانتا وير ار يو؟ المفروض ان سانتا يجي لان هو ده اللي خطفه. ايه ده، بوابه اتفتحت ولا دي البوابه اللي جايين منها؟ ابو علي بص فوق، ابص فوق. فوق فين؟ هو ممكن يجي من فوق فعلا؟ سانتا ويل نيفر كام باك، اتس سو ساد، سانتا مش هيرجع تاني ابدا. وطا، المفروض ان سانتا يجي من فوق على فكره لو اللعبه يعني. الو، فعلا طلع حقيقي، سانتا بيجي من فوق، هي دي الطريقه الوحيده اللي سانتا فيها يرجع. ليتس جو. انا قلت لك ابو علي يجي من فوق. يبقى سانتا كان محبوس في قفص فوق، اول ما ايفل الف مات على طول سانتا راح نازل لنا. اوكي يا سانتوتي، سانتا نزل، ليتس جو سانتا، انا قصدك سانتا دلوقتي بيشكرني على اللي وقال لي اوديك القريه بتاعتنا كمان اللي احنا كنا متحركين منها. ليتس جو. ايه ده، حولني بص في اللبس اللي هو بتاع صديقه اللي هو صديقه في بروك هيفن. والله هو، وبعدين بقول لك تلبسه يا صديقه ولا ايه؟ والله بصوا، او ماي جاد، سانتا تاون از سو كول. دي طبعا يا اللي القريه بتاعت سانتا، شايفين طبعا دي الهدايا بتاعت سانتا. ليتس جو على اللي، وبصوا هنا الغزال بتاع سانتا ده، عنده اكتر من غزال عشان لما واحده بتتعب بيجيب واحده غيرها وبتطير في الجو مكانها. بص على وجه القريه، جامده بصراحه. خلينا نشوف ايه هنا، هنا الهدايا. اوكي اوكي، معايا هديتين. ماشي يا زعبولة، ما انت لو كنت ضربت معايا المشكله تقف على الحيطه، رحت بايت. اوكي يا لو، بصوا كام هديه تحت، والله القريه جميله. ليتس جو على وجه. طبعا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بعد ما رحنا قريه سانتا ونقذناه. كده نروح نرجعه بروك هيفن، وكده يكون موجود سانتا في بروك هيفن على طول. ليتس جو، بص القريه جميله. اوكي طبعا لو عايزين تلعبوا اللعبه دي هتظهر قدامكم دلوقتي، هذه اللعبه روح العبوها جربوها قولوا رايكم، وانا هاخد لي صورتين كده بصوا في المنظر الجميل ده بصراحه. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا نقصتوا سانتا ولا لا، وتعملوا لايك للفيديو. يلا اشوفكم بكره، سلام.